بسم الله الرحمن الرحيم. في سياق شرحنا لمادة التحرير العربي كنا في الدرس السابق قد بدأنا الحديث عن المقالة وتحدثنا عن الخطوات الكلية لكتابة المقالة، حيث حددنا 5 خطوات هي اختيار موضوع المقالة، تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع، كتابة المسودة، المراجعة والتدقيق، كتابة النسخة الأخيرة. وفي هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن كل خطوة من هذه الخطوات الكلية على حدة، وفي هذا الدرس سنتحدث عن الخطوة الأولى التي هي اختيار موضوع المقالة، والخطوة الثانية التي هي تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع. وأود التنبيه هنا إلى أننا نتحدث عن كتابة المقالة عامة، سواء كانت هذه المقالة مقالة علمية متخصصة في أحد العلوم، كان تكون مقالة طبية أو مقالة نحوية أو مقالة أدبية أو مقالة نقدية أو مقالة تاريخية أو مقالة جغرافية أو مقالة اجتماعية إلى آخره. ونتحدث عن المقالة في المجالات الأخرى، كأن تكون مقالة اجتماعية أو تكون مقالة اقتصادية أو تكون مقالة رياضية. نحن نتحدث عن خطوات كتابة المقالة بالشكل العام، لذلك كل مقالة ناجحة لابد أن تتوافر فيها هذه الخطوات 5. وسنبدأ الحديث الآن عن الخطوة الأولى وهي اختيار موضوع المقالة. اختيار موضوع المقالة هو الخطوة الأولى لأي مقالة، والكاتب الجيد هو الذي يجمع المعلومات حول الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه. وقد يكون بعض الكتاب لديه خبرة سابقة كافية لكتابة موضوع معين، لكن إن كانت ليست لديه خبرة كافية فإنه يجب عليه في هذا الحال أن يقوم بعدد من المطالعات واكتساب الخبرات عن طريق العودة إلى مصادر المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، لأنه ليس بوسع أي كاتب أن يكتب في أي مجال دون أن يعود إلى مصادر الموضوعات. لذلك لابد أن يختار الموضوع بعناية أولا، وإذا اختار الموضوع فلابد أن تكون لديه معلومات كافية حول هذا الموضوع حتى يستطيع أن يكتب مقالة جيدة. طبعا عند اختيار الموضوع ففي العادة يبدأ الموضوع بفكرة واسعة، فكرة عامة. عند محاولة اكتساب الخبرات حول هذا الموضوع حول هذه الفكرة، فإنه يجب على الكاتب أن يبدأ في محاولة تخصيص وتحديد الموضوع، لأننا نتحدث عن مقالة ولا نتحدث عن تأليف كتاب أو تأليف بحث علمي. والمقالة كما تعلمون حجمها مختصر، لذلك لابد أن يكون الموضوع محددا وأن يطرق الجانب الأهم فيه أو الجانب الذي يرى الكاتب أنه هو الأهم. نضرب مثال حتى يتضح الكلام. إذا فرضنا أن كاتب طرأ على ذهني أن يتحدث عن التعليم المعاصر، فإن التعليم المعاصر هذا ما موضوع في غاية العمومية والشيوع، لذلك لابد أن يحاول تقليصه واختزاله وتحديده حتى يستطيع في مقالة واحدة أن يحيط بالجوانب التي يريد أن يطرحها في مقالته. لاحظوا أن إذا أضفنا كلمة العربي على التعليم المعاصر فقلنا التعليم العربي المعاصر، فإن الموضوع أصبح أكثر تحديدا. ولكن حين نقول التعليم المعاصر في المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن الكاتب هنا والقارئ يعنيه الحديث عن التعليم المعاصر في المملكة العربية السعودية، فإن الموضوع يصبح محدد. إذن كان عاما ثم أصبح أقل عمومية ثم أصبح محددا. الآن يمكن أن نجعل الموضوع أكثر تحديدا فنقول التعليم الجامعي أو التعليم العام المعاصر في المملكة العربية السعودية، وهكذا مع أي موضوع من الموضوعات التي يراد طرحها في مقالة. لذلك نقول إن الخطوة الأولى من خطوات كتابة المقالة هو اختيار الموضوع. اختيار الموضوع يبدأ بفكرة عامة، لابد من جمع الخبرات والقراءة والاطلاع ومعرفة جوانب الموضوع، ثم التركيز على الجانب الدقيق والأهم فيه حتى يمكن أن يحاط بالموضوع في مقالة واحدة. ولا بأس إذا أراد الكاتب أن يتحدث عن التعليم المعاصر أن يتحدث عن جوانب مختلفة في
عدة مقالات، فيتحدث عن التعليم الجامعي في المعاصر في المملكة العربية السعودية في مقال، ثم يتحدث عن التعليم العام المعاصر في المملكة العربية السعودية في مقال آخر، وهكذا. الخطوة الثانية من خطوات كتابة المقالة هي تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع. بعد أن اخترنا الموضوع نريد أن نحدد الأفكار الرئيسة للموضوع. الحقيقة قضية تحديد الأفكار الرئيسة في أي موضوع خطوة في غاية الأهمية، لأنك حين تحدد الأفكار الرئيسية فهذا يعني أنك تمهد لكتابة العرض، وهو الذي سيأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لذلك تحديد الأفكار الرئيسة يكون عبارة عن إما طرح أسئلة على نفسك، أو رصد مجموعة من النقاط أو العناصر الرئيسة للموضوع. تبدأ أولا بطرح كل الأفكار والعناصر التي تطرأ على بالك، ثم تبدأ بعد ذلك في اختيار أهم هذه الأفكار والعناصر. وحتى يكون الكلام أكثر إيضاحا، فإننا سنضرب مثالا على تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع. لو فرضنا أن كاتبا يريد أن يتحدث عن أضرار التدخين، فمن أجل تحديد عناصر الموضوع سيبدأ بطرح العناصر التي يمكن أن يتحدث عنها، سواء كان هذا الطرح على شكل نقاط أو على شكل أسئلة. وفي هذا المثال طرحناها على شكل نقاط. فالحديث عن أضرار التدخين، العنصر الأول الحديث عن أضرار التدخين على الصحة الجسدية وعلى الصحة النفسية، آثار التدخين على البيئة، أضرار التدخين الاجتماعية، أضرار التدخين الاقتصادية، أضراره التربوية والخلقية، أضراره الدينية، أضرار التدخين على غير المدخنين. طرحناها الآن في شكل عناصر. مرادنا بقولنا قبل قليل أن تطرح على شكل أسئلة هي مسألة شكلية، كأن تقول ما أضرار التدخين على الصحة الجسدية، ما أضرار التدخين على الصحة النفسية، ما أضرار التدخين البيئية، وهكذا. إذا نحن جمعنا عدد كبير من هذه العناصر كما ترون، ولكن ليس في وسع الكاتب كاتب مقالة أن يتحدث عن جميع هذه العناصر في مقالته. لذلك لابد بعد جمع هذه العناصر الكاملة أن يبدأ بعملية أخرى، وهي عملية الاختيار، وهي عملية الاختيار لتحديد أهم هذه الأفكار من أجل الحديث عنها في المقالة. لذلك قد يرى مثلا أن الحديث عن أضرار التدخين الجسدية، والحديث عن أضرار التدخين على غير المدخنين، والحديث عن أضرار التدخين الاقتصادية ستشكل مقالة جميلة تتحدث عن ثلاث نقاط هامة نتحدث فيها عن أضرار التدخين على المدخن نفسه، وأضرار التدخين على جلسائه، وأضرار التدخين الاقتصادية التي تمس أسرته ومن ينفق عليهم، لأن مسألة الاقتصاد هي مسألة تعني الأسرة بشكل كامل. لذلك تم الاختيار على ثلاثة محاور كما ترون. كان هذا مثالا جيدا على تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع. إذن نحن تحدثنا في هذا الدرس عن الخطوتين الأولى والثانية. الخطوة الأولى هي اختيار موضوع المقالة، والخطوة الثانية هي تحديد العناصر الرئيسة. ونلتقي في المحاضرة القادمة مع الحديث عن الخطوة الثالثة، وهي كتابة مسودة المقالة بإذن الله تعالى.